بهدوء وحذر شديد يعمل هؤلاء المنقبون الإيطاليون تحت جدران بوابة شمس الأثرية والتي يعود تاريخها إلى 1000 عام قبل الميلاد، حيث بناها الملك الآشوري سنحاريب، وتعد من أهم بوابات نينوى الأثرية التي دخلت مع البوابات الباقية ضمن عمليات التنقيب وإعادة التأهيل. نحن نعمل على التنقيب هنا، وسنقوم ببناء المسقفات للحفاظ على البوابات الأثرية من أشعة الشمس والأمطار وأعمال التخريب، ونحن نقوم بالتنقيب بحذر وهدوء شديد حتى يتم إعادة البناء والتأهيل وفق المخططات الأصلية. تشهد نينوى عمليات تنقيب وتأهيل في العديد من المواقع الأثرية، كلها باشتراك خبراء في الآثار من جامعات غربية جاءوا ضمن بعثات جامعية للعمل في هذه المواقع والتنقيب فيها وإعادة تأهيلها لاستقبال السياح. عندنا البعثة الإيطالية التي كانت تشتغل في مدينة نينوى الأثرية عثرت على العديد من الملتقطات، منها منحوتات آشورية، أيضا تم العثور على هياكل عظمية وبعض الآجرات التي مدون عليها كتابات مسمارية تشير إلى إنجازات بعض الملوك والأعمال التي كانت تنفذ في هذه المدينة. ورغم وجود هذه البعثات إلا أن الاهتمام الحكومي ليس بالمستوى المطلوب، خصوصا أن آثار نينوى تعرضت لعمليات تخريب وتدمير ونهب إبان احتلال الإرهاب لها، وتحتاج إلى سنوات من العمل من أجل إعادة ما يمكن تأهيله منها بحسب مفتشية الآثار. ماكو ذاك الاهتمام الكبير بهذه المناطق. اليوم مثل هذه المناطق مفروض أن تكون يعني نظر الحكومة إليها نظر حقيقي من أجل إعادة تأهيلها وتكون مناطق سياحية تجذب السواح. اللي أكثر السواح اليوم يجون على مدينة الموصل يعني ما يلقون هاي المناطق الأثرية بها ذاك الاهتمام. ومن أبرز المواقع التي تجري فيها عمليات التنقيب هي مدينة نينوى الأثرية وبواباتها، بالإضافة إلى تل النبي يونس ومنطقة خورسيباد التي اكتشف فيها مؤخرا أحد الثيران المجنحة. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.